ولمناقشة القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية التي أنهت أعمالها في بغداد اليوم، معنا الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين. مرحبا بك معنا دكتور. والله مرحبا بكم. بداية دكتور، كيف تنظرون لهذه القمة التي عقدت اليوم في بغداد، وما تطرقت إليه وما هو متوقع منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام. كما جاء في بياننا، للأسف فإن الشعب العراقي كان يتطلع إلى أن يكون هنالك دور حقيقي لإخوانه من الدول العربية لمساندته في محنته التي يعيشها منذ عام 2003 حتى اليوم، فأكثر من 17 عاما 18 عاما، والشعب العراقي يعيش في دوامة من المآسي ومن الانتهاكات ومن الفساد الكبير. وهذه الحكومات المتعاقبة التي تسلطت على رقاب الشعب العراقي لم تقدم لا للشعب العراقي ولا لجيرانه أي خير. ومثل هذه العلاقات وهذه الزيارات هي لا تأتي لا بخير لا للشعب العراقي ولا لهذه الدول العربية الصديقة والشقيقة، وإنما المنتفع منها أولا وأخيرا هذه الأدوات، أدوات السلطة في بغداد، ومن ورائهم للأسف الجارة السوري إيران والاحتلال الإيراني. نحن نعلم أنه العلاقات بين الدول قائمة على المصالح المتبادلة، ولكن هنا نتساءل ما هي المصلحة التي يمكن أن تتحقق لأشقائنا لجيراننا وللأشقاء الآخرين من العرب من حكومات هي تجاهر ليل نهار بأن تتبنى المشروع الإيراني في المنطقة، وتصبحت قد باتت هي وميليشياتها مصدر تصدير للأزمات لهذه الدول. بالإضافة نعم دكتور، بالإضافة إلى ذلك أن هذه العلاقات كما تفضلتم في البيان، توطيد العلاقات العربية مع حكومة بغداد ستصب في مصلحة الأحزاب الفاسدة. تم منذ 2000 يعني أكثر من مرة، خاصة إذا ننسى أنه في الزيارة هذه ليس الزيارة الأولى ولا القمة الأولى، وإنما سبقتها زيارات أخرى على مستويات أيضا متفاوتة، ومنها القمة العربية التي قبل سنوات عقدت، والتي بالمناسبة لا يزال كثير من أبناء مناطق حزام بغداد معتقلين إلى الآن، وبعضهم مغيبون لا يعرف مصيرهم على خلفية تلك القمة. يعني كان هنالك نوع من الاحتراز الأمني، فاعتقل العديد من الأهالي بحجة تأمين هذه القمة. المقصد أنه لا يوجد أي شيء يقدم وينفذ لهذه الدول العربية، ولا ينفذ أي مشاريع اقتصادية لها، بل هي كأنها ضوء أخضر بدعم هذه الحكومات واستمرارها في مناصبها، أقصد في العراقي استمرارها في مناصبها، وكنوع من الضوء الأخضر للمباركة في جميع أعمالهم التي يقومون منها بها، وهي أعمال إجرامية بحق الشعب العراقي. نعم، يعني وهذه القمة تأتي في ظل سلسلة انتقادات كبيرة يوجهها العراقيون لحكومة الكاظمي، واتهامات بارتكاب جرائم وانتهاك حقوق الإنسان، ولا سيما أيضا عقب أكثر من سنة، يعني تقريبا الآن نحن أكثر من سنة ونصف، قريب السنتين. نعم. من مظاهرات ثورة تشرين المستمرة إلى الآن، التي هي تطالب باستعادة الشعب العراقي لحقوقه، استعادة البلد الذي نهب على يد هذه العصابات. وأيضا لا ننسى ما ذكرناه كذلك في بياننا، أنه العجيب الغريب أنه هذه الزيارة سبقها بيوم واحد استعراض يعني مستفز جدا للميليشيات الإيرانية، وبشعارات مصرحة بالولاء لجارة السوء إيران، فعن أي أخوة يتحدثون. فقد عرفنا وقد عرف الشعب العراقي أن للأسف هذه الحكومات لا تصدق في أي شعار ترفعه ولا تنفذ. نعم. أي وعد تعد به. مشاريع كثيرة دكتور قدمها الكاظمي، ووعود كثيرة أيضا قدمها بين يدي الفترة القصيرة من حكمه، منها مثلا إطلاق مشروع أو تقديم مشروع على الطريق الأوروبية الشام الجديد، وهو مشروع ثلاثي. هل تتوقع له النجاح في ضوء كل المعطيات الحالية من الفشل الحكومي؟ يعني الجواب على هذا التساؤل الكبير
في تساؤلات أصغر من ذلك، وهو هل استطاع الكاظمي بعيدا عن قضية الإرادة وغيرها، هل استطاع أن يعتقل مجرم صغير من مجرمي هذه الميليشيات؟ هل استطاع أن ينفذ وعدا صغيرا لأبناء الشعب العراقي على مستوى الخدمات الصغيرة التي هي باتت الآن كثير من الدول حتى الفقيرة تمتع شعوبها بها؟ هذه الحكومات قد تعلم الشعب العراقي أنها حكومات ترفع شعارات ولا تنفذ على أرض الواقع أي شيء منها، ولذلك المستغرب أنه من يصدق مثل هذه الحكومات أنها ستستطيع تنفيذ مثل هذه المشاريع العملاقة وهي عاجزة ولم تستطع أن تنفذ أي مشاريع صغيرة وإن كان على مستوى محلي. فالمشاريع وهذه الحكومات، حكومة العراقي، حكومات العراقي منذ 2003 إلى الآن تقتصر على تبليط شارع قبيل الانتخابات ودهان مدرسة أو بناية قبيل الانتخابات وتوزيع نوع من البطانيات وغيرها على بعض الناس الفقراء أيضا قبيل الانتخابات. أما المشاريع فهي لأهلها وهم هؤلاء براء منها. ثم دكتور، هناك تساؤل يطرحه مراقبون أيضا، كيف سينجح رئيس الحكومة أو تنجح الحكومة في ذلك وهي لا تستطيع الخروج من عباءة إيران ولا تستطيع أن تحكم البلد بشكل مستقل؟ والسيطرة الأولى، الكلمة الأولى والأخيرة لهذه الميليشيات التي تبت الاستعراض بها بيوم أمس، والعلاقات التجارية مع الجيران وعلاقات العراق مع الجيران قائمة عمليا، يعني معروفة مجربة عمليا أنه الكلمة لهؤلاء. وقد رأينا وطيلة السنوات خاصة المدة الأخيرة كيف أن هذه الميليشيات باتت مصدر قلق وإزعاج للكثير من البلاد العربية وتصدير للأزمة، ومنها استخدامهم للقصف للطائرات المسيرة وغيرها لقصف بعض البلاد الجيران، وكذلك مشاركة الميليشيات هذه الإجرامية ببعض الانتهاكات هنا وهنالك. أما المشاريع، مشاريع الاقتصادية التي فيها للشعوب خير للشعوب، فقد رأينا أنهم يعرقلونها وإن كانت فيها أي مصلحة للبلدين. وخير مثال على ذلك الخط التجاري بين العراق والأردن التي تقوم هذه الميليشيات على عرقلته وإزعاج الناس في هذا الخط. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحميد العاني، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق.